السؤال رقم 9 بيقول السؤال: إذا كان عندنا A يساوي 1.555 للانهاية، B يساوي 1.333 للانهاية، بده يعني أوجد 1 على A زائد B على 2 يساوي قديش؟ إذن الـ A هو عدد دوري 1.555، يعني 1.5 فوق خط، يعني 15 ناقص 1 على 9، يعني 14 على 9. الـ B هي 1 فاصلة، ما في فوق خط الـ B، 1.333، يعني 1.3 وفوق خط، يعني 13 ناقص 1 على 9، يعني 12 على 9. طبعا فينا نختصرها، بس خلونا هلا من شوي من الاختصار خلونا نعوض. بده هو 1 على A، يعني 1 على 14 على 9 زائد B على 2، يعني 12 على 9 على 2. هلا 9 بتطلع لفوق بصير عندي 9 على 14. هون ال 12 فيني اختصرها مع ال 2 بصير عندنا 6، الستة فيني اختصرها مع التسعة بيصفى عنا على ثلاثة، طبعا بيصفى عندي 2 3، يعني 2 على 3. شو بعمل هلا؟ بعمل عملية توحيد مقامات، فبضرب هاد ب14 وبضرب هاد ب3، بصير معنا 27 زائد 28، يعني 55 على المقام المشترك اللي هو 42. السؤال رقم 10 بيقول السؤال: إذا كان عنا X يساوي 0.2 وفوق الاثنين في عنا خط، Y يساوي 0.02 وفوق الاثنين فقط في عنا خط، بالتالي أوجد 1 على X زائد 1 على Y يساوي قديش؟ الX هي 0.2 في فوق خط، يعني 2 ناقص 0 على 9، يعني 2 على 9. الY هي 2 ناقص 0 على 90 وليس 9. الحل اني هلا بعد ما طلعت الX والY اني عوضهم، بصير عندي 1 على 2 على 9 زائد 1 على 2 على 90. التسعة هي بتطلع لفوق والتسعين ايضا بتطلع لفوق، فبصير عندنا الجواب 9 على 2 زائد 90 على 2، المقام نفسه، فمباشرة بجمع البسط بصير عندنا الجواب 99 على 2. السؤال رقم 11 بيقول عندنا السؤال: إذا كان A يساوي 0.3 وفوق ال 3 في عندنا خط، و B يساوي 0.5 وفوق ال 5 في خط، بده يعني أوجد 1 على A زائد 1 على B زائد 1 على A ضرب B يساوي قديش؟ خلونا نوجد الـ A. الـ A هو 3 على 9 والـ B هو 5 على 9. خلونا نعوض هلا، بصير معنا 1 على A، يعني 1 على 3 على 9 زائد 1 على B، يعني 1 على 5 على 9 زائد 1 على A ضرب B، يعني 5 ضرب 3 على 9 ضرب 9. فينا نطلع 9 لفوق بتصير 9 على 3، وهون 9 أيضا بطلع لفوق بتصير 9 على 5، وهون 9 ضرب 9 81 بطلع لفوق بتصير 81 على 15. المضاعف المشترك الأصغر لـ 3 و 5 و 15 هو الـ 15، لذلك بضرب هاد بـ5 وهاد بـ3 وهاد بـ1، يعني بصير عنا 5 ضرب 9 45 زائد 27 زائد 81 على المضاعف المشترك الأصغر أو المقام المشترك اللي هو 15 زائد 27 زائد 81 بيطلع معنا 51 153 على 15. هلا بختصر على 3، ال 153 وقت قسمها على 3 بيطلع الجواب 51، وال 15 وقت قسمها على 3 بيطلع معي 5، اذا الجواب النهائي 51 على 5.
السؤال رقم 12 عم يقول إذا كان عندنا x على x زائد 1 يساوي 0.0 وفوق الثلاثة في عندنا خط، أوجد قيمة x. طيب خلونا نخليها على حالة x على x زائد 1، بس هي نحولها بتصير 3 على 90. الثلاثة على 90 فيني اختصرها بتصير 1 على 30، إذا قسمت البسط والمقام على 3. هلأ جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني بصير معنا 30x يساوي x زائد 1، بنقول x للطرف الثاني، بصير معنا 30x ناقص x يعني 29x يساوي 1، معناتها x يساوي 1 على 29. السؤال رقم 13 بيقول السؤال إذا كان عندي 0.6 فوق خط زائد 0.7 فوق خط زائد 0.8 فوق أيضا خط للثمانية يساوي A زائد 4 على A، أوجد قيمة A. هلأ هاي 0.6 هي 6 على 9، 0.7 هي 7 على 9، و 0.8 هي 8 على 9 بالتحويل من عدد دوري لعدد كسري، يساوي A زائد 4 على A. هلأ كون المقامات نفسها 9 ب 9 ب 9 ففيني اجمع البسوط، 6 زائد 7 زائد 8 بيطلع معنا 21 على 9 يساوي A زائد 4 على A. 21 على 9 فيني اختصر على 3، بس عندي 7 على 3، بضرب جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني بصير معي 7 A، إذا ضربت 7 ب A يساوي 3A زائد 3 ضرب 4 12، بنقول 3A للطرف الثاني بصير معنا 4A يساوي 12، معناتها الA يساوي 12 على 4 يعني 3. سؤال رقم 14 عم يقول 0.x فوق خط زائد 0.xx وفوق الx تين في عنا خط، على x.x وفوق الx في عنا خط زائد 0.x وفوق الx في خط يساوي قديش. هلا هي مباشرة 0.x فوق خط هي x على 9، وهي xx على 99، هي اذا عملناها x.x فوق خط، اذا عملتها x زائد 0.x في فوق خط زائد 0.x في فوق خط، يعني بصير معنا x على 9 زائد xx على 99 على x زائد، هي هي x على 9 وهي هي x ايضا على 9. لازم نعمل عملية توحيد مقامات، هذا مقام واحد فبضربه ب 9، فبصير معنا x على 9 زائد xx هي 10x زائد x، نحن إذا فرطناها xx على جنب هي في عندي x بالعشرات يعني 10x زائد x بالآحاد يعني x يعني 11x، فالxx هكتبها 11x على 99 على هي ضربتها ب 9 بصير عندي 9x زائد x زائد x على المقام المشترك اللي هو 9. ال 11 بتروح مع 99 بيصفى عندي هون 9، بالتالي 9 مع 9 مع 9 بتروح x زائد x يعني 2x، 9x زائد x زائد x يعني 11x، هلا بتروح الx مع الx فالجواب 2 على 11. سؤال رقم 15 عم يقول لي انه a فاصلة b بينتموا لمجموعة الاعداد الطبيعية ما عدا الصفر، 0.a فوق خط زائد 0.ba فوق خط يساوي 17 على 30، بده يعني اوجد قيمة ال a زائد b. 0.a هي a على 9، ba هي فعليا انا فيني اكتبها 0.b، اذا هي اذا حللتها على جنب، تعالوا ناخذها على جنب، هي 0.b زائد 0.0a وفوق خط، هي حللتها على جنب تمام، ف0.b هي b على 10،
والصفر فاصلة صفر اي فوقت هي اي على 90 يساوي 17 على 30. انا فيني اضرب المعادلة كلها ب90 مثلا، اذا حنضرب المعادلة كلها ب90 مشان المضاعف المشترك الاصغر ل30 و90 و10 و9. فوت اضرب هون ب90، ال90 مع ال9 بتروح بيصفى عندي 10 اي، هون 90 مع ال10 بتروح بيصفى عندي 9 بي، وهون 90 مع 90 بتروح بيصفى عندي اي، وال90 مع ال30 بتروح بيصفى عندي 17 ضرب 3 يعني 51. صار عنا 11 اي زائد 9 بي يساوي 51. بعملية تجريب بسيطة، مثلا في حال ضربنا الـ A بـ 3، 33 بيصفان لنا للـ 27 أو 18، فبضرب فبختار الـ B 2 والـ A 3 فبيزبط معنا 51. إذا نستنتج إنه الـ A قيمتها 3 والـ B قيمتها 2 فجمعهم مع بعض بيعطيني 5. السؤال رقم 16 هو سؤال دورة بأوندوكوز مايز 2016 جامعة سامسون. بيقول السؤال إذا كان عندي A يساوي 0.7 وفوق خط، بالتالي قديش جذر الـ A؟ إذا الحل الـ A هي 0.7 فوق خط، يعني 7 ناقص 0 على 9، هو بده جذر الـ A يعني جذر 7 على 9. طبعا من خواص الجذور اني انا بوزع الجذر على البسط والمقام، فبصير معي جذر 7 على جذر 9 يعني جذر 7 على 3.